اهلين والله. مرحبا حبي. اهلا وسهلا. حذري مين اجى لعنا اليوم الصبح؟ مين بده يجي يعني؟ الزبال. يا ريت كان الزبال، ما حذرتي. لا على بكرة الصبح مين بده يجي يعني؟ حماتك؟ لا، اجى صاحب البيت، قال بده البيت بده يجوز فيه ابنه، اعطانا مهله شهر لحتى نطلع منه. ايه حبيبتي، كلهم صاحبين البيوت هيك بيعملوا، عندهم هاي الاساليب مشان ياخذوا زياده. معقول؟ ايه الله لا يشبعه، عم ياخذ 30,000 بالشهر، شو بده زياده اكثر من هيك؟ عم ياخذ 30,000 على هالغرفه والمطبخ؟ ايه عم ياخذ 30,000. يعني يا مدفع زياده يا بيقلعنا. طيب شوفي شو رح قلك، بتروحي لعنده وبتطلبي منه انه ما يزيد علينا كتير فوق الاجار، بلكي بيقبل وبيخلينا بهالبيت. ايه اساسا انا ما عجبتني السكنه هون ابدا، اذا منلاقي غيره احسن. بشو احسن؟ وين بدنا نروح؟ ايه شو بيعرفني؟ ان شاء الله يقبل معك. شو صايره هالشام عجقه؟ ما كانت هيك من قبل. حدي قومي جيبي لي مي، طقطق حلقي تكرم عيني. شو جايبة معك؟ والله جايبة شوية بناطرين، عشوية بلوزات، عشوية كنزات. ايه مشان عرض الازياء. اها قلتيلي عرض ازياء لكن. اجل عزيزتي. كلكم تبقتوا بهالكلمة عزيزتي؟ هاي حال الدنيا، شو بدنا نساوي؟ قلتيلي. اختي بري ملعومك. متعة حياة العزوبية أن يكون لديك صديقة مثل حدة. قصدك أن تكون لك وليس يكون. المهم يكون لديك صديقة. يا عليكي شو دمك خفيف. أنا رح أقوم قيس الأواعي مشان عرض الأزياء. كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر. ضيعتها والله، آسف شباب ضيعتها. ولا يهمك ولا يهمك. خلينا نعيدها. أنت ستيلك مو عربي أكتر. أجنبي. إيه. على التعريب أنا لقيت حالي بالتعريب. أنت على التعريب. على التعريب. هذا الحب اللي عم بحكي لك عنه.
كتير بهن الوتر. في أغنية هي سهران وناطر عينيك ناطر عينيك تيطلو قلبي دقات ونار عاشق ماشق محتار من صار ونسيت العالم كله بعد الليالي قلبي عايدي بسهر لحالي وانتي اللي بعيدي ما بيهدى بالي وانتي وحيدي يا روحي بعد الليالي قلبي عايدي بسهر لحالي وانتي اللي بعيدي ما بيهدى بالي وانتي وحيدي يا روحي. اعطينا بيت سريع معلم دم. انا فهمان شو بده على الفكره ها نحطي تيار سلام على المنام ما أحلى. بسم الله بسم الله. مين هذا اللي عم يدق الباب؟ والله ما حقوم افتح بدي ارجع كف المنام. شي جميل. كيف بس تفوش الباب فوت ايه من الهي بس تفشو. لك ليش تارك الباب فتح؟ قوم بدي احكي معك كم قصة. قوم هلا لا احكي لك شو صار معي. ما رح تصدق. حدا لاحق شبك حدا لاحق؟ لا اللي صار معي شي يعني مو متعودين عليه بنوم. ايه شوفي ليش عارك الباب هيك فتح؟ ما بسكر هو بالاساس. خرب بيتك. لا شو بدي احكي لك يا نبيل؟ شوفي شبك والله خايف احكي لك ما تصدق. شوفي صاحبي انت بصدق ولو شوفي يا سيدي كنت واقف على الرصيف اوكي ايه. ولا بتطلع سيارة على الصيف؟ ايه. شو ايه سيارة طلعت على الصيف؟ فهمت علي؟ شرطي شافوا شرطي اكيد صفر له. اكيد الشوفير ناول بوكس بنص خلقته كالعادة. يا سيدي وصل هالشرطي لعند سائق التاكسي وقال له صباح الخير. يا بختك قال له صباح الخير. لك ايه بشرفي. اول شي قلت عم يقفل عليه. قلت يا ولا خليك واقف وتفرج شو رح يصير. ايه شو صار؟ قام شوفي قال له يسعد صباحا. لا هدول اكيد عم بيقفلوا. ما عم يقفلوا. اجى الشرطي قال له وين طريقه؟ ايه ها بينا بدي طاحنا. لك ما انا هيك كنت مفكر كمان. مو هيك طلع عليه؟ لك لا قال له شوفي والله طالع اشتغل لشوف وين بدي روح. لك شو بيقول للشرطي؟ بيقول له يلا ان شاء الله نهارك كله حلو مثل صباحك. يا لطيف. شغلة غريبة عجيبة. ورا؟ لا. شفت؟ قلت لك ما رح تصدقني. لك مو هيك القصة، بالعكس أنا بصدقك وبصدقك كتير كمان، بس بدي أقول لك شغلة وخايف لتتضايق. الله يسامحك. قول. يا سيدي شفت منام هلا. إيه والمنام بزعل يعني مثلا؟ لك لا، المنام اللي شفته
هو اللي حكيت لي يا هلا انت. كيف يعني؟ رح اثبت لك كيف يعني. الشرطي مو طويل ومربي هيك سكسوكه واشقراني شوي. لك ايه والله. طيب والتاكسي مو اكله ضربه على اليمين ودهنها جديد الزلمه ومعلق خرزات زرق جنب المرايه؟ يخرب بيتك، لك شو عرفها؟ عم قلك مثل ما حكيت لي شفت انا بالمنام نفس الشيء بالضبط، وبالعلامه الشرطي ضيفه كاسه شاي. لك ايه والله. العمى يعني عن جد انت شايفه منام او صار حقيقه؟ يا عمى شفته منام صار حقيقه؟ والله شيء بيرحم. ايه والله بعرف. يا عمى والله شيء حلو. انا شفته بمنامي. ايوه دخلك بمنامك ما شفتني شيء. انا رجعت كفاية القصة. طب انت لحقته للشرطي؟ هيك احكي. ايه لحقته. ايه لحقته. لا بصراحة ما لحقته. ما لحقته بس انه شو بدي انا بصراحة بدي اعرف شو منامه. لحقته ولا ما لحقته؟ ما لحقته. المنام هو بيرجع الشرطي. ايه طلع فيه هيك لشوفير التاكسي طق بطقه بالكاف. ايه يرجع لورا. رجع لورا هات وراءك بطقه مخالفة تجاوز إشارة حمراء. ايه تمام. وبينكت على هديك النكتة. ايه بيخالفه. ايه بيعمل له طرنة بالشارع. ايه بس الشوفير كان بإيده في كاسة شاي. ضيفه ياها الشرطي أول شيء. هاي رجع أخذها منه. يا أخذها منه بالهاكاس شاي لهون.